الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث جليل عظيم، يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى في أوله، حديث قدسي. يقول الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. هذا الحديث الجليل اشتمل على 5 فضائل للصيام. أولها وأعظمها ما في هذا الحديث القدسي، يقول سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. شراح الحديث تكلموا في المراد بقول الله سبحانه في هذا الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. لأن الإشكال هنا أن الأعمال الصالحة كلها لله سبحانه وتعالى، يعملها المسلم لله سبحانه وتعالى، فما وجه كون كل أعمال الإنسان له إلا الصيام؟ فهو لله سبحانه وتعالى. فتأمل شراح الحديث في هذه الخصوصية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعبادة الصيام، فذكروا أقوالا كلها صواب ويشير إليها الحديث وغيره من الأدلة. فمنها أنه ليس هناك عبادة لم يعبد بها إلا الله سبحانه وتعالى وحده إلا الصيام. قالوا: كل العبادات الأخرى صرفها المشركون لغير الله سبحانه وتعالى، فمن المشركين
من يصلي للأوثان وللمعبودات الباطلة ويحجون لها ويتصدقون وينذرون للأوثان وللمعبودات الباطلة، فالمشركون يتعبدون ببقية أنواع العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. أما الصوم فهو العبادة التي لم تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا قول، وقول آخر قالوا الصوم لما كان إمساكا وليس شيئا يفعل، وإنما هو شيء يترك لله سبحانه وتعالى، فتميز بذلك، فبقية العبادات هي شيء يفعله الإنسان فيمكن أن يكون مرئيا أو مسموعا من الآخرين. أما الصيام فإنه شيء يترك، ليس فيه قول يقال حتى يسمعه الآخرون أو شيء يفعل حتى يراه الآخرون، فهو ترك وهو أمر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك قول آخر جميل قال به يعني كثير من شراح الحديث، قالوا كل عمل الإنسان يؤخذ منه في القصاص يوم القيامة عندما يقتص بالحسنات والسيئات، ويؤخذ من الإنسان من حسناته ويعطى لمن ظلمهم الإنسان بقول أو فعل، فيوم القيامة يقتص الله سبحانه وتعالى للمظلوم من ظالمه، فيؤخذ من الظالم من حسناته ويعطى للمظلوم، وإذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم. فقال بعض شراح الحديث إلا الصيام، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعطي من ثوابه شيئا للمظلوم، وإن كان الصائم ظالما فإن الله سبحانه وتعالى يعطي للمظلوم حسنات من عند الله سبحانه وتعالى يوفيه حقه بها من غير أن يؤخذ من ثواب الصيام. فاختص الله سبحانه وتعالى الصيام بهذه المزية. فهذه الفضيلة الأولى للصيام أنه لله سبحانه وتعالى، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. الفضيلة الثانية في قوله سبحانه في الحديث القدسي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به يعني أن ثواب الصيام تكفل الله سبحانه وتعالى بمقداره وأخفى مقداره عن بني آدم، فبقية أنواع الثواب فإنها تضاعف إلى حد معلوم، إلى 10 أضعاف أو إلى 700 ضعف أو إلى حد معين من الأضعاف. أما الصوم فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف ثوابه بغير حساب، لأنه من الصبر، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان سماه شهر الصبر، وقال الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصوم كذلك يوفي الله سبحانه وتعالى أجره بغير حساب وبغير حد معين ينتهي إليه، فلا نهاية لثواب الصيام ولا حد له. فهذا من فضائل الصيام، قال وأنا أجزي به. ثم الفضيلة الثالثة قال عليه الصلاة والسلام والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. الصوم جنة يعني حصن حصين ووقاية متينة تقي العبد من النار. الصوم جنة يعني حصن، الجنة هي الوقاية والحصن، مثل الدرع الذي يتوقى به ضربات الأعداء، والحصن الذي
يختبئ فيه من الأعداء. فالصوم جنة حصن ووقاية يتقي بها المسلم، وهو وقاية له من النار، وهذا من فضائل الصيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الفضيلة أوصى عليه الصلاة والسلام الصائم بالحلم، أن يتحلى بالحلم وكف الغضب وكظم الغيظ. فالصائم كما يصوم عن الطعام والشراب والشهوات، فعليه كذلك أن يصوم سمعه وبصره وجميع حواسه وجوارحه عن معصية الله سبحانه وتعالى وعما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الصوم على 3 درجات: صوم العامة وصوم الخاصة وصوم خاصة الخاصة. فصوم العامة هو صوم البطن والفرج عن الطعام والشراب والجماع، يعني هذه الدرجة الأولى من الصيام التي يشترك فيها جميع الصائمين. ثم صوم الخاصة وهي درجة يعني أعلى وأكمل، وهي صوم الحواس والجوارح عن جميع المعاصي وجميع ما لا يحبه الله تعالى. فصوم السمع والبصر واليد والرجل ونحو ذلك، وصوم اللسان عن الكلام الذي لا يليق. فهذه مرتبة من مراتب الصوم، وهي صوم الخاصة. ثم صوم خاصة الخاصة هو صوم القلب، صوم القلب عن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وأن يكون قلبه دائما الذكر لله سبحانه وتعالى معرضا عما سواه. فهذا صوم خاصة الخاصة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يوصي الصائم بالحلم، ويقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. والرفث هو يعني يأتي بمعنى معاشرة النساء ومقدمات ذلك، ويأتي أيضا بمعنى كل كلام فاحش يستحيى منه، فيدخل في معنى الرفث كل كلام فيه ذكر العورات أو ذكر معاشرة النساء أو فيه أشياء يعني مما يستحيى منها، وكل كلام فاحش فهو داخل في الرفث. ولا يصخب، الصخب هو الصراخ والصياح الذي يكون بسبب المشاجرات والخصومات. فيوم الصوم يوم حلم وأناة، ويوصي النبي عليه الصلاة والسلام الصائم إذا سابه أحد أو قاتله أن يقول: إني صائم، لتذكير نفسه وتذكير خصمه. وذكر الفقهاء أنه يقول ذلك جهرا، يستحب أن يقوله جهرا إذا كان صوم فريضة، وأن يقوله في نفسه إذا كان صوم نافلة. ثم الفضيلة الرابعة يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يحلف النبي عليه الصلاة والسلام ويقسم برب العالمين سبحانه وتعالى: والذي نفسي بيده، نفس النبي عليه الصلاة والسلام ونفوس الخلق جميعا بيد الله سبحانه وتعالى. فيقسم النبي عليه الصلاة والسلام بربه سبحانه وتعالى تأكيدا على هذه المزية وهذه الفضيلة للصيام. لخلوف فم الصائم، وهو تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام. مع الصوم قد تتغير رائحة الفم من شدة الجوع في النصف الثاني من النهار عند بعض الناس إذا
اشتد الجوع والحر ونحو ذلك، فقد يكون للفم رائحة لا يحبها الإنسان، لكن هذه الرائحة هي محبوبة لله سبحانه وتعالى، لأنها أثر عبادة لله سبحانه وتعالى، وهي مثل دم الشهيد، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فكذلك رائحة فم الصائم هي أثر عبادة لله سبحانه وتعالى، فهي محبوبة عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، الفضيلة الخامسة للصيام في هذا الحديث الجليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وفي بعض الروايات فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر فرح، فالصائم له فرحتان إذا أفطر فرح، وهذا يشمل الفطرة كل يوم عند غروب شمسه، ويشمل الفطرة بمعنى مجيء يوم العيد وانقضاء شهر الصيام، وهذه الفرحة التي هي عند الفطر وبسبب الفطر، فهذه الفرحة على درجتين. هناك درجة الفرح بنعمة الله تعالى الحسية من طعام وشراب، أن الله تعالى أنعم بذلك على الصائم، والدرجة الأعلى والأكمل هي الفرح بتوفيق الله سبحانه وتعالى للعبد، أن الله تعالى وفقه وأعانه على أداء العبادة وإتمامها، بينما حرم غيره من هذه العبادة ولم يوفق لها، فيفرح المسلم أنه أدى العمل الذي طلب منه وأمره الله تعالى به، وأنه وفقه الله تعالى وأعانه عليه واصطفاه واختاره فجعله من بين الصائمين له في هذا الشهر الكريم، فيفرح المسلم عند فطره. ثم الفرحة الثانية، وهي الفرحة الكبرى، عند لقاء الله سبحانه وتعالى، وإذا لقي ربه فرح بصومه، لما يجده من الجزاء العظيم عند لقاء الله سبحانه وتعالى، عندما يقال للصائمين: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ويدخلون الجنة من باب الريان، وينادى عليهم ليكرموا هذا التكريم العظيم، فيفرح إذا لقي ربه سبحانه وتعالى بما يجده عند الله من حسن الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى كما بلغنا هذه الفرحة الأولى بالصيام في هذه الدنيا، أن يبلغنا الفرحة الثانية عند لقاء الله سبحانه وتعالى، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.